أنا رأيي إن إحنا غطينا الجوانب الرئيسية. أولاً إن إحنا إذا شأن عام، يعني قضية عامة تتعلق بالبلد، لأنه دايماً لازم نحدد هذا الموضوع إنه يهم الناس ويهم المجتمع ككل، إنه أيضاً قضية اجتماعية وإنسانية في ذات الوقت. بمعنى اجتماعية إنها لها علاقة بالعلاقات بين البشر، لما نستخدم كلمة القريب فنعني ذلك أمرا محددا، أو أنه طبيعة إنسانية، لأنه في فكرة الإيثار التي أثيرت أنه أن الموضوع ده لابد أن يكون مطلقا أو موزع. أنه قضية اقتصادية أيضا، بمعنى أنه قضية عرض وطلب في الأساس، وأنه العرض كبير بمعنى الطلب كبير بينما العرض قليل، وبالتالي فجوة. بيخلق فجوة بتؤدي إلى استغلاله بطرق شرعية أو غير شرعية. انه المهم جدا في الحديث ايضا ان القدرات متوفره، بمعنى القدرات الاساسيه. عاده عندما بناتي لاي شان عام بيبقى موضوع السكيرسيتي هي القضيه، يعني المتخصصين، الفلوس، الاماكن. بالعكس الدكتور محمود قال نقطه مهمه واقدرها جدا، ان احنا محتاجين تو انتجريت الحاجات دي مع بعض عشان نقدر نعمل اكيوميليشن اوف ساينس. احنا دايما العينه عندنا قليله لانه بنعمل على مراكز كتيره، انما لما بيبقى عندي عينه كتير ببتدي اقدر. وده يدخلني للنقطه الاخيره اللي انا امل ان احنا نغطيها، الجانب العلمي للموضوع. يعني احنا خدنا كتير في مساله، الحمد لله طلع انه يعني كل الائمه موافقين فما فيش مشكله، انما الموضوع العلمي متى ان احنا نخلق كبد، ويعني دي جايه من الخلايا. هل في فكرة الكلونينج ممكنة؟ انك انت يعني انا مش شايف الحديث جه على الجانب انا قلته انه الحاجات دي قلنا يا اما نصنعها تصنيع يا اما نقل المسائل في انه عند تحت ظروف معينة يمكن للخلايا ان تنمو وتتغير. هذا الجانب أين هو الآن بالنسبة لهذه الموضوعات؟ تمام.